ومعنا على الهاتف عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بعد التحية أتقدم لك بالشكر نيابة عن كل المصريين عن الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الأشقاء الفلسطينيين وإحاولة بكل الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك. نعلم جيدا أن أعضاء أو المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مرابطون أمام معبر رفح ومستمرون في الاعتصام لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أهلا بحضرتك، والحقيقة ده يعني واجب التحالف، وده الدور اللي التحالف بيقوم بيه في الأزمات والكوارث. والحقيقة التحالف بمجرد يعني توجيهات السيد الرئيس بضرورة العمل لدعم أشقائنا في غزة، تحرك خلية نحل، بدأ خطواته الأولى بإطلاق مبادرات موسعة للتبرع بالدم بالتوازي مع ده. كان في تحرك سريع لجمع أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية بالإضافة للأدوية والبطاطين. القافلة اللي موجودة من أيام أمام المعبر تقريبا يعني ساعات، وتختتم أسبوع كامل من تواجدها ومن تحركها. يعني هدفها ان احنا يعني نعكس رغبة الدولة المصرية والشعب المصري كله في دعم اشقائنا في غزة. دورنا ان احنا يعني نقدم المساعدات، الياتنا في تنفيذ دورنا الحقيقة اليات يعني بنحاول على قد ما نقدر انها تكون عملية وسريعة، بحيث نحافظ على المساعدات، ونبقى عندنا يعني واحنا بنخطط لنقلها نبقى عندنا مرونه في انها قابله للتاخير في الحاويات. اما بالنسبه ل يعني فرق صناع الخير والتحالف بشكل كامل ومتطوعي التحالف وكل مؤسساته اللي موجودين الان امام معبر رفح، فبالتاكيد بحجم وجودهم وبحجم اعتصامهم وبحجم الرسالة اللي بوصلوها للعالم كله ولضمائر العالم عشان المساعدات تدخل، صحيح. يعني بحجم قيامهم بدورهم اللي بيعكس زي ما قلت رغبة الشعب المصري بالوقوف بشكل فعلي. بالفعل أصبح كتف في كتف في جانب لسكان قطاع غزة. يعني طبعا الحقيقة يعني عايز أقول لحضرتك إن الروح والحماس اللي موجود ما بين المتطوعين وفرق العمل اللي موجودة على المعبر الحقيقة روح في منتهى الإيجابية. الشعارات اللي بيرفعوها يعني مرابطون حتى الإغاثة، الاعتصام اللي موجود، كلها رسائل لضمير العالم إنه الدعم الإنساني والمساعدات الإنسانية ليس لها علاقة على الإطلاق بالأعمال العسكرية. لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تستغل للضغط من طرف على طرف. أملنا إن احنا يعني تصل. تنجح المساعي وتبدأ سلاسل الإمداد من التحالف تدخل لقطاع غزة عشان يكتمل الدور، وعشان نرجع نبدأ في إعداد قوافل جديدة لدعم أشقائنا. هو بالفعل كمان أصبح مطار العريش هو ميناء إنساني، يعني قبلة للعالم كله لدعم قطاع غزة من خلال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى هناك وتصل بعد ذلك إلى معبر رفح، ونتمنى أنها تدخل بسلام إلى الأخوة الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن هناك يعني جرائم حرب ترتكب، هناك انتهاكات كبيرة جدا، وضع غير إنساني بالمرة، نتحدث عنه مرارا وتكرارا كل يوم عن الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة. والله هو ده الحقيقة، يعني ده قدر مصر إنها دايما في دعم أشقائها، والحقيقة يعني ده دور مصر اللي ما بتتأخرش عنه أبدا. القيادة السياسية يعني تقوم بالدور الأمثل لدعم أشقائنا. فتح مطار العريش لاستقبال كل المساعدات من كل دول العالم بعد تحرك الشعب المصري على المستوى الشعبي وعلى المستوى التنفيذي وعلى المستوى الرسمي، الحقيقة كلها أدوار يعني تحسب
للدولة المصرية وتعكس يعني رغبة حقيقية للشعب المصري في دعم أشقائنا، وتعكس كمان قد إيه الدولة المصرية حريصة على يعني إرساء قواعد السلام والحفاظ على أشقائنا ونبذ العنف وإدانة الأعمال الإرهابية. الحقيقة الموقف اللي يعني النهاردة بترصده شاشات فضائيات العالم وحضراتكم جزء منه، هو رسالة للعالم كله إن مصر الإرادة ومصر الدولة ومصر الشعب يعني حريصين على الدعم، حريصين على الوقوف أمام يعني تعنت وصلف الكيان الإسرائيلي في توصيل المساعدات. الحقيقة برضو برجع وأكد أنه الرسالة اللي بيوصلها المتطوعي التحالف وفرق عمل التحالف المعتصمين أمام المعبر، أعتقد أنه النهاردة والأمين العام للأمم المتحدة بيزور المعبر هتكون رسالة يعني الحقيقة بالغة الأهمية للعالم. هل سيزور أنطونيو غوتيريش معبر رفح اليوم؟ من المتوقع انه يزور المعبر، من المتوقع انه يطلع على الصوره الانسانيه يعني واضحه المعالم اللي موجوده امام المعبر واللي جزء اساسي منها واصطفاف شاحنات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اللي بتعكس دعم الشعب المصري لاشقائنا في غزه. من المتوقع كمان ان وكالات الانباء العالميه تسلط الضوء اكثر واكثر على ما يحدث الان امام معبر رفح من الجانب المصري، ورغبه الشعب المصري والقياده السياسيه والدوله المصريه في دعم اشقائنا. ونامل نامل نامل ان تكون تلك الرسائل اليات ضغط على الكيان الاسرائيلي كي يسمح يعني كي يترك المساعدات تصل بعبور آمن المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. طبعا بالضبط، واحنا الحقيقة يعني متوقعين ونأمل انه ده يحصل، عشان ده الحقيقة يعني كل الأعراف الدولية والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية والقيم الإنسانية يعني الحقيقة تأبى إلا أن تصل المساعدات إلى المدنيين العزل في أوقات الحروب. صحيح، لأن الوضع الإنساني هناك يعني صعب للغاية، وأيضا كمان هناك لا يوجد أي نوع من أنواع مقومات الحياة موجودة في قطاع غزة الآن. يعني عايز أعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن القوافل الإنسانية التي تتضمنها التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، واللي يمكن إحنا شفنا شاحنات كثيرة يعني مصطفى أمام معبر رفح. ماذا تحوي هذه الشاحنات؟ الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سير ونظم ودفع بقافلة مساعدات كبرى، هي الأولى من نوعها، وخليني أركز تاني، هي الأولى من ثلاث القوافل اللي إن شاء الله التحالف بيسيرها وبينظمها لأهلينا في غزة. القافلة قوامها 106 شاحنة محملة بمختلف أشكال المساعدات. المساعدات نفسها مقسمة إلى ثلاث أجزاء رئيسية بتمثل الاحتياج الحقيقي لأهالينا في غزة. الجزء الأول القطاع الطبي، وفي التبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم ووزارة الصحة حتى يتم حفظ الدم بأفضل شكل حين وصوله لأهالينا في غزة، بالإضافة ل كميات كبيرة من الأدوية وبعض الأجهزة الطبية، فضلا عن 1000 طن مساعدات غذائية. وهنا خليني أسجل أنه باعتباري مدير المركز الإعلامي لمؤسسات صناع الخير بأشرف أن صناع الخير على سبيل المثال بتشارك في القافلة ب 30 طن مساعدات غذائية، وفضلا عن بطاطين الشتاء، وإحنا شايفين والكاميرات بترصد كل لحظة حجم المعاناة اللي أهالينا في غزة بيعانوها. فالتحالف مبدئيا ومن خلال القافلة بيقدم 40,000 بطانية. بكرر تاني، ده القافلة الأولى من سلاسل القوافل اللي التحالف
بيعتزم تقديمها لأهالينا يعني هل بيتم تجهيز قافلة أخرى؟ الحقيقة هنا احنا معولين على الشعب المصري كله في مواصلة الدعم والتبرع، معولين وكلنا ثقة انه الشعب المصري بكل أطيافه هيساعد وهيساعد وهيساعد. بنفتح الفرصة لكل راغب في التبرع، ما عليه إلا أنه يتابع صفحة التحالف، يتابع صفحات مؤسسات التحالف كلها على وسائل التواصل، يتصل بس بالخطوط الساخنة لمؤسسة التحالف، وإحنا في صناع الخير يعني الحقيقة بنترجم ده بشكل عملي، جاهزين لاستقبال كافة أشكال التبرع وإعدادها وتجهيزها لتقديمها في سلاسل القادمة. الحقيقة خليني برضو فرصة أني أجاوب على سؤال مهم أهالينا بيسألونا على مدار الساعة، إذا كانت المساعدات حتى الآن إزاي بنبدأ نجمع وإزاي هنبقى مطمئنين أن المساعدات اللي هنتبرع بيها في اللحظة دي هتوصل. أنا عايز أقول بس أنه إن شاء الله ثقتنا في القيادة السياسية ويعني الحقيقة إيماننا بأهمية العمل الإنساني ويعني حجم ما نراه من معاناة لأهالينا في غزة بيخلينا العوامل دي كلها بيخلينا جاهزين وبنستعد من دلوقتي للقوافل اللي جاية. الاستعداد بياخد وقت، الإعداد بياخد وقت، فإحنا مع كل الشعب المصري بنجهز بنستقبل المساعدات عشان بمجرد فتح الباب يبقى سلاسل الإمداد لا تقف ولا حتى يتم دعم وإغاثة أهالينا في غزة. صحيح، أنا بضم صوتي لصوت حضرتك وبتمنى من كل المصريين هو المشاركة في التبرع، وفعلا هناك عدد كبير من حسابات البنوك الخاصة على صفحات مؤسسات التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي، ونتمنى وصول المساعدات الإنسانية بأسرع وقت لقطاع غزة عبور آمن كمان. وبقدم التحية والشكر لكل شاب ومتطوع مرابطون حتى الإغاثة على بوابات معبر رفح للإطمئنان وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. بشكرك شكرا جزيلا عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي.